نشوف تقرير عن افتتاح معرض الأميرة فوزية فؤاد واللي اتعمل في الجامعة الأمريكية، وألقى فيها المؤرخ المعروف دكتور ماجد فرج محاضرة عن مقتنيات الأميرة الراحلة في 2013. المعرض عاملينه بمناسبة مرور 6 سنوات على ذكرى وفاة الأميرة فوزية. عدى النهاردة 6 سنوات على وفاتها، والباحثة اللي عملت المعرض عندها 16 سنة، ودي حاجة رائعة جدا طبعا إن الأجيال الجديدة تهتم بتاريخ مصر، وعاملة ريسيرش حلو قوي على تاريخ الأميرة فوزية وزواجها من شاه إيران أو من ولي عهد إيران في الوقت ده، وبعد كده بقى الشاه، وجمعت مجموعة كبيرة من الوثائق وقصصات الجرائد والميموربيليز الأمور المتعلقة يعني بالحدث، وحطيتها في المعرض ده. لما شفت حكاية الأميرة فوزية قلت ان انا عايزة ادور اكتر و افهم اكتر هي عملت ايه وحياتها كانت يعني كانت ايه ماشيه ازاي بالظبط كده. فانا عملت جيت هنا يعني الاي سي وعملت ريسيرش هنا ولقيت حاجات كتيره قوي في الارشيف، وبعد كده بقى قلت ان احنا لازم نعرض التاريخ ده عشان في ناس كتيره قوي شباب زيي مش بنعرف مش عارفين اصلا مين يعني كان عند انه مصر كان عندها عيله ملكيه. فأنا بقى قلت إنه عشان أميرة فوزية كانت مرأة من الملكية من الأسرة الملكية إنه لازم نعرض بقى ونعمل متحف عليها هنا في AUC. بدأت تعمل أعمال خيرية في الفترة من سنة 1945 لغاية 1949، سواء كان في مبارة محمد علي، دار الشفا، تأسيس مدرسة الأميرة فوزية، وده كله كان علشان نقدم نوري زي الأجيال الصغيرة تقدر تبحث في شخصيات كانت أيقونية ومعروفة وأثرت في الشعب المصري في الوقت ده. كتير جدا من النساء المصريات تطوعوا في التمريض زي الأميرة فوزية، كتير منهم كانوا بيساهموا في تعليم الفقراء. تكون رسالة توصل لجميع الأجيال القادمة والشباب إنه يقرأ تاريخ بلده ويشوفه، وإن كان النهاردة الموضوع بتاعنا الأساس الرئيسي إن إحنا بنحكي تاريخ الأميرة الفوزية اللي إحنا كنا بنقول عليها أجمل الأميرات الجميلات في العائلة المالكة. فأنا مجمع لها كل ما هو ورقي من جورنان أخبار اليوم، كان جورنان اسمه مصور، حاجة اسمها المقطم، البلاغ، الأساس، كل ما هي كان فيه نهضة صحفية جميلة وكانت بتواكب الحدث. وكانت الأميرة الفوزية هي أكتر أميرات اللي كانت بتجذب إليها الكاميرا والصحافة من جمالها الرائع.